استأذن حضرتك نروح نشوف فعلا الوضع ايه على الارض في المحافظات، ونروح لمحافظ الشرقيه دكتور ممدوح غراب. سياده المحافظ اهلا بحضرتك، وايه اللي بتعكسه تصريحات الرئيس السيسي حول مخالفات البناء واللي تسببت في حادث عقاري الاسكندريه وفيصل؟ مساء الخير يا استاذه ريهام، على حضرتك وعلى ضيوف حضرتك وعلى الساده المشاهدين. طبعا زي ما حضرتك عارفه ان فخامه الرئيس يتسم بالشفافيه المطلقه والصراحه المطلقه عشان نحل المشكلات اللي موجوده على الواقع. طبعا حجم مخالفات البناء اللي موجود حجم كبير جدا، وطبعا ادى الى عشوائيات، والعشوائيات ادت الى مشكله في الخدمات وفي البنيه التحتيه كبيره جدا. وانا بعتقد ان من اهم القوانين اللي تم اصدارها هو قانون التصالح اللي احنا اشتغلنا عليه بقالنا فتره كبيره، لان هو فعلا هذا القانون مهم جدا لصاحب العقار قبل ما يكون ان هو ليه اهميه، زي ما كان بيقال ان هو الغرض منه هو جمع بعض الاموال او حاجه. لا، هو حضرتك عارفه هو كان الغرض منه هو التنظيم والتقنين، وبالتالي نقدر نعرف بالظبط، نحط تصور للمناطق الجديدة ونحط حد للعشوائيات الكبيرة اللي موجودة، اللي احنا فعلا يا أستاذة ريهام بنعاني منها معاناة شديدة جدا. ضعف المياه، الكهرباء، الطرق، الشوارع اللي عرضها لا يتعدى 4 متر وفي بعض المناطق 3.5 متر، وطبعا دي كلها حضرتك تبص تلاقي برج ارتفاعه 15 دور 17 دور وعرض الشارع 4 متر، يعني لا قدر الله لو حصل حريق في الدور الاخير مفيش عربيه اطفاء تقدر توصل، مفيش عربيات اسعاف تقدر توصل، الشوارع مغلقه، مفيش شارع بيكمل للاخر، شارع ممكن يبتدي ب 12 متر وينتهي ب 6 متر، يعني مناظر حضرتك عشوائيه غير مالوفه. فكان هام جدا هذا القانون، كمان هام جدا كان تغليظ العقوبات وتحويل المخالفين الى النيابات العسكريه لسرعه الفصل في هذه الامور للسيطره على الكم الكبير من هذه العشوائيه. طب في محافظه حضرتك في الشرقيه عدد طلبات التصالح اللي تم تقديمها حتى الان قد ايه سياده المحافظ؟ احنا حوالي فندم دلوقتي 238,000 طلب تصالح تم التقدم فيهم، ودول بيمثلوا حوالي 97% من جمله المخالفات المحصوره اللي تم حصرها داخل محافظه الشرقيه. طب طبيعه المخالفات دي ايه اللي موجوده؟ يعني اغلب المخالفات في يعني شكلها ايه او نوعها ايه؟ خلينا حضرتك نتفق الاول ان بلدنا انت عارف حضرتك ان معظمها اراضي زراعيه، فطبعا اكبر المخالفات هي البناء على الاراضي الزراعيه خارج الحيز العمراني، قيد الارتفاع، طبعا مخالفه الارتفاعات، كل الكلام ده كله، مخالفه التنظيم، دي معظم المخالفات اللي موجوده. وطبعا اللي احنا لاحظناه بعد هذا الرقم الكبير من حالات التقدم للتصالح ان عدد المخالفات في القرى اكبر بكتير جدا من اللي موجود في المدن. طيب عايزه تكلمني برضو حضرتك سياده المحافظ عن منظومه الاشتراطات البنائيه الجديده وازاي هتسهم في انهاء فوضى البناء والعشوائيات. وطبعا حضرتك عارفه ان الاليه الجديده اللي احنا بصدد تطبيقها ان شاء الله قريبا، وان شاء الله هيتم عمل زي ورش عمل عليها لتدريب جميع العاملين فيها، هيشارك فيها اكثر من قطاع بجانب المحافظه، او نقدر نقول المراكز التكنولوجيه بجانب الجامعات اللي موجوده داخل كل محافظه والهيئه الهندسيه بالقوات المسلحه. كل واحد هيبقى له دور في هذا الامر للقضاء على اي محاولات للتلاعب، وهيتم الاعلان عن مكاتب الاستشاريه اللي هيتم تحويل ليها طلبات للفحص واصدار التراخيص ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا سياده المحافظ دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، شكرا جزيلا لحضرتك، وهرجع